السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل المقاطع السابقة حول منظمات المجتمع المدني. كما تعلمون أيها الأحبة الكرام أن المجتمع مكون من 3 قطاعات رئيسية. القطاع الأول وهو القطاع الحكومي، ودوره الحقيقة هو التنظيم والتشريع والرقابة. فدائما القطاع الحكومي ودوره هو التنظيم والتشريع للقطاعات الأخرى كافة. القطاع الثاني وهو القطاع الخاص، والحقيقة هذا دوره هو إنتاج المنتجات، يعني تقديم الخدمات، توليد الثروة، استقطاب القوى العاملة. فأدواره متعددة لكنه يركز على الربح لتوليد الثروة. القطاع الثالث وهو المجتمع المدني. المجتمع المدني وهو موضوع حديثنا. أيضا المجتمع المدني مهم جدا. طبعا أهداف التنمية المستدامة والتنمية الشاملة تحتاج إلى تكامل هذه القطاعات فيما بينها. لا يضع العبء على القطاع الحكومي كما هو في بعض الدول الخليجية تحديدا، أنه القطاع التنمية على القطاع الحكومي. وهذه التنمية الأحادية الحقيقة، لكن لابد مشاركة كافة المنظمات. وأيضا أهداف التنمية 20، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ركزت على التكامل بين هذه القطاعات، ومن ضمنها عدة أهداف: مؤسسات قوية وشراكة اجتماعية لتحقيق الأهداف. فموضوع منظمات المجتمع المدني الحقيقة من الأهمية بمكان، وعليها دور كبير. وكلما كان هذا المجتمع يعني نامي في أي دولة، معناته أنه التنمية المستدامة تتحقق بإذن الله تعالى. أيضا ضعفه بالتأكيد يدل على عدم رقي هذا المجتمع. كما أسلفت في المقطع السابق أنه منظمات المجتمع المدني في الغالب في عالمنا العربي يعني ضعيفة، فيها ضعف في أدائها، ولكن يعني الدول كلها تعمل لتطويرها من خلال ممكنات عديدة. الحقيقة يعني لما نتكلم عن عناصر، هناك عناصر للتنمية الاجتماعية. في كل تنمية اجتماعية لها عناصر. ما هي هذه العناصر؟ أو ما هذه العناصر؟ أول هذه العناصر هي الإنتاجية، أنه يكون لهذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني، لها دور في تحفيز البشر أو تحفيز المجتمع على القيام بنشاط منتج، من خلال مبادرات، من خلال توعية، من خلال برامج، من خلال أنشطة متعددة. المحور الثاني في كل عناصر التنمية أيضا المساواة، تساوي الفرص بين كل فرد من أفراد المجتمع دون تمييز. وأيضا منظمات المجتمع المدني لها دور في هذا الجزئية ولها إسهام في ذلك. المحور الثالث وهو الاستدامة. لا بد أننا نعمل من خلال الاستدامة. خدماتنا الحالية لا تلحق الضرر بالأجيال القادمة. وكما تعلمون مفهوم الاستدامة هو الاستمرارية، ولكنه في التنمية المستدامة أننا نعمل ونستثمر بما لا يضر بمستقبل الأجيال القادمة. أيضا التمكين. التنمية تهتم بالناس وليس لهم فقط، لذلك يجب أن يشاركوا في القرارات التي تشكل حياتهم. ومشاركة هذه المنظمات، أو بمعنى زيادة عدد هذه المنظمات وتكوينها من المجتمعات، لا شك أنه هذه أيضا جانب من جانب المشاركة. لكن أيضا المنظمات عليها أن تشارك المجتمع بقراراتها وبأهدافها وبرؤيتها أيضا كذلك. الحقيقة يعني هذا موضوع، يعني لما نتكلم عن التمكين ولما نتكلم عن المشاركة، فموضوع الحقيقة يعني حيوي ومهم. ومنظمات المجتمع المدني ربما يكون بعضها لم تستثمر يعني قدرات المجتمع في طاقات، وتحتاج أنها تستثمرها. أيضا لما نتكلم عن خصائص مؤسسات المجتمع المدني، ما هي هذه الخصائص التي تميزها؟ لعل يعني الجانب الرئيسي أنها مؤسسات نشأت من المجتمع. أيضا لا تهدف إلى الربح، لكن هناك خصائص هي بلا شك يعني نشأت استجابة لحاجات المجتمع. المجتمع وخصوصا المجتمع الحالي يتطلب وجود منظمات مجتمع مدني قوية فاعلة.
أيضا تعمل من خلال منظومة ونظام، ليست لها أيديولوجية وليس لها يعني أفكار، وإنما هناك نظام بالمجتمع أو نظام بالدولة هي تعمل من خلاله، نظم هذا الشيء وتعمل من خلال هذا النظام. تهم شريحة كبيرة من المجتمع، سواء إعلام، مختصين، وجهاء مجتمع، رواد مجتمع، كل ما في المجتمع، منظمات المجتمع المدني بلا شك تهمهم، لأنها تتعلق بقيم وأهداف المجتمع. أيضا محورها الإنسان والعمل الإنساني، طبعا هي لا تركز على الربح، ولكن المحور الأساسي فيها هو الإنسان والعمل الإنساني. كذلك لها صفة إحداث التأثير المقصود والمستهدف. منظمات المجتمع المدني تعمل من خلال خطة للمجتمع، خطة للدولة، وبالتالي كل أعمالها يجب أن يكون يعني مستهدفة التأثير فيها.